باشرت قيادة فرقة المشاة 17 بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة لتأمين حماية المراكز الانتخابية من قبل جميع وحدات وتشكيلات القيادة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة من جميع القطاعات الماسكة للطوق الخارجي لمراكز الاقتراع. بعد استلام الأوامر من اللجنة العليا للانتخابات، قمنا باستطلاع المراكز الانتخابية ووضع خطة سهلة وسلسة لتأمين الحماية للمراكز وللناخب بصورة عامة، حيث وضعت أجهزة تحكيم خاصة، نقول من وضع الأسلاك الشائكة، وضع بوسترات خاصة لمنع الأسلحة أو الآلات الحادة أو الأجهزة الموبايل الحديثة لغرض إجراء الانتخابات بصورة سهلة. منتسبو فرقة المشاة 17 بضباطها ومراتبها أكدوا على الجاهزية التامة والروح المعنوية العالية من أجل تأمين هذه الانتخابات باستعداد تام لنجاح الاقتراعي الخاص والعام لانتخابات مجلس النواب. تنفيذ الأوامر الصادرة من المراجع من قبل السيد آمر الفوج المحترم بالتكليف لحماية هذا المركز الانتخابي، وهناك خطة موضوعة كاملة لحماية هذا المركز الانتخابي بالاشتراك مع بقية القوات الأمنية من قبل وزارة الداخلية لحماية هذا المركز الانتخابي، وإن شاء الله على تم الجاهزية لحماية هذا المركز الانتخابي. تم تكليفنا بواجب وهو حماية المراكز الانتخابية، وإن شاء الله نتمنى الأمن والأمان للشعب العراقي والمعنويات عالية كضباط ومنتسبين، ونتمنى إن شاء الله الأمن والأمان لهذا الشعب العظيم. الانتشار العالي والجاهزية التامة من قبل القوات الأمنية متمثلة بفرقة المشاة 17 لجميع مراكز الاقتراع بهدف تأمين سير العملية الانتخابية. من جنوب بغداد لإعلام وزارة الدفاع الملازم مصطفى علي.